الله يبارك صابرك الله يخليك غير هنا اهلا مرحبا شمشتي كلشي ما دير فرشان داك المباشر دابا انت مشجع ودادي فير شبه المدينه القديمه جيت الليله دابا انت واش ولد المدينه القديمه ولا مش ولد المدينه القديمه القديمه ها اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء كيف ما كتشوفوا معنا ومعكم مشجع ودادي بيور كيف ما كيقول هو ولد المدينه القديمه طبيعه الحال متفائل بزاف بالفريق ديال الوداد وكيقول لك انهم الوداد راه هي التاريخ العظيم ديال الكره في المغرب ياك شي قلتي لي اييه السلام عليكم الله يبارك فيك الله يحفظك تحية كبيرة للوداد البيضاوي فريق الوداد البيضاوي وجمهور فريق الوداد البيضاوي اليوم عندنا مباراة مع الإخوان الجزائريين شبيبة القبائل كنا نهزمنا معهم إصابة لسافر حنا اللي بغينا نهزمو كنا الماتش كامل ديال فريق الوداد البيضاوي نهزمنا معهم ماكشي مشكل ورجعوا الإخوان الجزائر استقبلناهم أحسن استقبال مرحبا بهم في بلادهم الثاني وان شاء الله غادي تكون واحد المباراه ان شاء الله كبيره وان شاء الله المباراه تكون قويه ان شاء الله تكون فرجه في المدرجات وفي المستطاع الاخضر ان شاء الله ان شاء الله فريق الودادي غادي الفريق الوداد البيضاوي يسجل الاهداف ان شاء الله تكون غزاله الاهداف في الشباك الجزائري ان شاء الله ديما الوداد ان شاء الله والفريق غندوزو ان شاء الله حنا الوداد وشباب القبائل بجوجهم كلاسين الاولين دابا بحال تولي برميانا في الكلاسمون وفريق الرجاء البيضاوي ديجا كاليفي ربح الماتشات كاملين فريق الرجاء البيضاوي داز بالعلامه الكامله ان شاء الله نتلاقاو مع الوداد والرجاء ان شاء الله في الفينال ديال عصبه الابطال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غادي نربحوا ان شاء الله باش ندوزوا حنا البروميان باش مباراه العوده يكونوا هنا في المغرب ان شاء الله ان شاء الله وليات وداد حاضر ديما وداد راه فريق الوداد البيضاوي فريق ديال الالقاب وداك العام راه العصبه والبطوله شويه كنا نديو السوبر كوب وكاس العرش وكن ان شاء الله هذا العام ان شاء الله نديو شي ثلاثه الالقاب ان شاء الله كنا غادي نديو فريق الوداد فريق الوداد البيضاوي كان غادي يفوز ثلاثة معاهم في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حنا تنحبوا الوداد وكنشجعوا الوداد وتنجمعوا وكنحاولوا نشجعوا جميع الفرق المغربيه اللي مشاركه في المنافسات الافريقيه ان شاء الله شنو الراي ديالك الناس اللي كيكونوا مولوعين بالكره كيقول لك مثلا حنا ربحنا حنا درنا حنا تكلاسينا وراه كيكون احساس هو مشجع وكيكون احساس ذاك بحال انت لاعب فاش كتفرج في واحد الفريق وانت كتشجعو راه ملي تيربح راه كتفرح معاه كتفرح الاسبوع كيدوز عندك زوين ومنين ومنين الفريق ديالك كينهزم ولا كيتقصر ذاك الاسبوع كيدوز عندك مور وكيدوز عندك شويه كتعاني نفسيا دابا كما قلت لي انت يا ودادي حر كيفاش غندير نعرفوا باللي هذا مثلا هذه مشجع سواء كان ودادي ولا رجاوي ولا اي فرقه اخرى هذا يعني حر كيفاش غادي نفرقوا بيناتهم وكيبغي الفريق ديالو حب جنوني كيديبلاصا مع الفرقه ديالو كيمشي للتيران يعني ديما كيتبع الاخبار ديال الفريق ديالو ودابا باش تعرف وكتكونوا محبين ديال الفرق ديالو شي مره انت شي طريفه وقعت لك في تحضرت الوداد فكرتي في شي مدينه اخرى و شي مدينه نعم والطرائف طرا وخلي داكشي وديما وداد نتمنوا فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله الفوز باش نشاركوا معك حنايا شاركنا نعرفوا واش ودادي حار ولا خويا مبروك عليك هذا الشهر نتمنوا توفيق الانديه الوطنيه ورمضان كريم و كلمه تبغي تقولها للوداديين هو دوز مباراه في اجواء روح رياضيه في المدرجات وفي المستطاع الاخضر وحنا ترحبوا بالاخوان الجزائريين بلادهم هذه مرحبا كان حنا حسن الضيافه والكرم والشعب كريم وخوتنا جاوا راه يفطروا معنا هاني مرحبا ما كاين حتى شي مشكل و يلعبوا اليوم المباراه تكون في 10 ديال الليل ان شاء الله وان شاء الله تكون فرجه واهداف ان شاء الله وتكون لومبيونس والروبله وديما ويدر ديما ويدر